الام ديالي الله يرحمها كانت في الدار ديال الوالده ديالها، حيت بينها وبين الاب ديالي شي مشاكل كيطلقوا، هو بانه تزوج بلا موافقه ديالها وهي خرجها من الدار، هو وخوتو والوالد ديالو خرجوها من الدار باش تساعد الوالده ديالها. منين مشات عند الوالده ديالها جا الاب ديالي باش خطف اختي الصغيره وداها لعندو للدار. منين فاتت المغرب ماما شافت اختي انها ما دخلتش للدار، بقات كتقلب عليها، قالوا ليها راه الاب ديالها رجع داها من هنايا وداها معاه للدار الفوق، حيت هما بعد بينهم مسافه بين الدار الاخرى والدار الاخرى. منين طلعت ماما وشافت من بعيد انها لقات اختي مشات عنده، لقات قالت له عطيني بنتي، قال لها هو لا ما نعطيهالكش، بقات كتقول له عطيني بنتي. واختو هي وراجلها كانوا كيصايبوا شي حاجه، وكان ليسونس محطوط حداهم القرعه ديال ليسونس، وهو كيكمي عنده البريكه ديالو في الجيب ديالو، وهي واقفه كتقول عطيني بنتي، كيقول لها سيري بحالك ما عندكش بنتك. قالت له يا خصك تعطيني بنتي، انا عندي بنتي. هو يشد هذيك القرعه كبها عليها وشعل فيها العافيه. ديك الوقيته كان ظلام وما كاين حتى شي واحد بين المغرب والعشاء، ليلة رمضان يوم اثنين، في الزنقة في الشانطي في قدام الناس خرجوا. منين بقيت انا كنغوت ماما ماما هي خرجوا الناس، بقاو كيطفيو ديك العافيه بتيو داكشي. جات بنت اختو عندها اللي عندهم المشاكل معاها، رمات عليها واحد الغطا واحد ليزار، قالت ليها صافي مشات بحالها. ومنين خرجوا الناس بقاو مجموعين حتى جات لابيلونس، بقاو غير لابيلونس، ولابيلونس داتها جابتها لسيدي قاسم، وهما مشاو بحالهم نيت للدار. نجناها سيدي قاسم لقيناها دايره بزاف مضروره بزاف، ما كيقدر حتى شي واحد يزيد ليها حيت عندها مشاكل بينو وبينو. الا مشات هي وصافي تشافت وعي بشي تحاس معاهم، حيت هما عندهم الفلوس ومدايرين صعاب، كيمشيو تحيلفوا على الناس في الديور ديالهم ويعايروهم ويضربوهم. الوضع ديالو كان شاد اختي الصغيره اللي هي هزها من الدار لماما، وخويا الصغير عاوتاني داي ومطمع وكيقولوا جلس معايا وانا نتهلا فيك وانت راه هادشي عند خوالك وداكشي، وماما ما غاديش يتهلاو فيك ويبقاو يضربوك عيالات خوالك، ما تمشيش عند ماماك. هو جالس معاه في عمرو 12 سنه، واختي الصغيره كتبكي وكتقول له بابا عتق ماما، وما كيديهاش كاع فيها كيطول فيها وما ما قربش كاع ليها. ولا شويه شويه دخل عند المره الثانيه ديالو، قال ليها قال جميع حوايج كل العالم الله. منين حنا كنا جايين هو بلاصه الطوموبيل وركبهم خوتي الصغار والمراه ديالو الثانيه ودار لهم حوايجهم خلانا، وقال حنا جينا هو باش هربهم للعالم الله. واحد المره كان جا ليها جاب البوطه ديالها هي نفيسه يلاه ولدات توام، وجابها جا للدار لقى البوطه عندها حلها وطلق البريكه، قال لها لما عطيتينيش الموافقه نشعل فيك الغاز. وانا حيت كانت هي نفيسه انا كنت مقابلاها، كنت جالسه معاها مقابلاها. وكان عاوتاني في الليل ملي كان حنا نجيو نعسو خوتي كيكونوا صغار باقين صغار في القمار، كان صيفط بنت ولد اختو كان صيفطو في الليل انه يدق عليها ويخلعها، كيصيفط يدقوا عليها. وملي كتجي تفتح كتلقى حتى شي واحد، ومبقاش كتخاف على راسها انها تفتح الباب. حاضره على داكشي، كنت معاها دوزت معاها النفس ديالها كامل، وحيت انا الدار ديالي قريبه للدار ديالها بزاف، كنت معاها كنبات معاها ونقيل معاها، كن حيت هي والده تبارك الله تويميات، كنت انا شاده واحد وهي واحد كنعاونها عليهم. وخوتي دابا ضايعا، هي نفيسه هو جالس كيضربها ويعايرها ويضربها وكيهددها بالعافيه، هي نفيسه وكيقولها عطيني نسني سني ليا باش انني نتزوج، كيدير لها حوايجها كيقول ليها اعطيني الموافقه ولا نقدر نقتلك ندير اللي كاين نقتلك، ولا نهز لك شي واحد من ولادك وندير نطوفك عليه نديه لك نخزنه لك وما نجيبولكش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.